الكبرياء، درجة الكبرياء عند كل الأبراج بدرجات. اتفقنا اختلفنا، اعرف او اعرفي ان هي دي الحقيقة. ولكن عمرنا، وما اعتقدش ان حد عمل نوعية المقارنة او المقارنات او سلسلة المقارنات اللي احنا بنعملها دي ما بين رجل وانثى كل برج قبل كده، وعشان كده انا هركز عليها وهنحاول ان احنا نعمل مقارنة بين الرجل والست في كل الصفات. ويا ريت تكتبوا لي وجهة نظركم في التعليقات، لان انا بقرا كل تعليقاتكم. موافقين على الكلام ده ولا لا؟ احنا النهارده هنقارن بين الرجل والمرأة في كل برج في درجة الكبرياء مين اشد. وما ان معانا كل الناس او كل الابراج، اكتبوا في التعليقات كده انت احساسك بنفسك ببرجك، الرجل ولا الانثى من وجهة نظرك، يعني اللي ممكن تكون اشد واعلى كبرياء. سريعا بس برحب بالجديد 3 ثواني، ويا ريت يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك. نبدأ ببرج الحمل بداية الابراج، رجل ولا امرأة؟ هما الاتنين كبرياءهم عالي، من الابراج اللي تصنف تصنيف عالي، ولكن هنا الانثى. انا رجل الحمل ومش هخجل من حاجة زي كده، انا دايما بقول الحقيقة. لا الانثى، لو انا بتعامل مع انثى حمل، احنا الاتنين كبرياءنا عالي، بس هي مقارنة بيا انا كرجل حمل كبرياءها اعلى مني في النقطة دي. اما برج الثور، حد توقع هنا الرجل بقى؟ الاتنين ايضا كبرياءهم فوق المتوسط، او كبرياء نقدر نقول عليه عالي، ولكن الرجل هنا بتلاقي الموضوع ده ملحوظ عنده قوي. رجل برج الثور هو اعلى من انثى برج الثور في موضوع الكبرياء ده. اما لو دخلنا على برج الجوزاء، هنلاقي ان هما الاتنين يكادوا يكونوا متساويين مع بعض، يعني صعب ان احنا نرجح كفة الرجل او الانثى. الكبرياء بتاع البرجين دول، او بتاع عفوا الرجل والانثى في البرج ده، هتلاقيه متشابه او متساوي ايكوال، يعني الموضوع فيه تساوي بنسبة كبيرة قوي. وما نقدرش ان احنا نقول رجل او انثى عشان ما نظلمش الطرف الاخر. الصفات اللي بين ايدينا اللي بنصنف من خلالها مش واضحة اي فروقات صراحة بينهم. السرطان الانثى وبمراحل، انثى برج السرطان كبرياءها اعلى من رجل برج السرطان بمراحل كبيرة قوي قوي قوي. طيب برج الاسد، حد توقع الانثى؟ والاتنين كبرياءهم عالي عالي قوي، من ابراج القمة في الموضوع ده، ولكن لطالما ولا دائما عرف عن زعيمة العصابة ان كبرياءها سبب مشاكلها مع كل الناس ومع اقرب الناس، حتى اللي هي ممكن تكون بتحبهم او بتموت فيهم او مرتبطة بيهم. كبرياء انثى برج الاسد اوفر اوفر، زي انثى كمان هناخدها دلوقتي وهقول لكم بتتشابه مع انثى برج الاسد في درجة الكبرياء الاوفر الصعبة على فكرة. وخلي بالكم انا عايز اقول لكم حاجة، درجة الكبرياء ما بتبقى عالية او مش مستحبة، ده من وجهة نظري بتدخلك في مشاكل كبيرة او بتخليك صعب تتنازل قوي. ندخل على العذراء، رجل او امرأة؟ برضو الانثى. والانثى هنا كبرياءها ملحوظ عن رجل برج العذراء بدرجة كبيرة، وكبرياء انثى برج العذراء كبرياء ملموس قوي ملحوظ، ونقدر ان احنا نقول تفرق هنا بنسبة كبيرة عن رجل برج العذراء. الميزان الرجل وانثى برج الميزان لديها كبرياء يحترم، ولكن احنا بنقارن ببعض والموضوع بدرجات، ما تنسوش ابدا الحتة دي سواء في حلقات المقارنة او حلقات الترتيب. لا الرجل هنا، رجل برج الميزان تلاقي حتة الكبرياء دي عنده فرق حاجة بسيطة عن أنثى برج الميزان الهواء. احنا دلوقتي داخلين على برج العقرب تحديدا تحديدا كده في منتصف الحلقة. يا ريت لو عجبكم وشايفينها مهمة تدوسوا لايك توصل لبقية أصدقائنا، العكس ديسلايك وقولوا لي السبب. ومالناش أي صفحة تانية على الفيسبوك غير محمد أبو زيد، أي حد تاني نصاب يا ريت تعملوا له بلوك. معلش في النص كده لازم أنبه. العقرب بقى، حد توقع الرجل وكبرياء أنثى برج العقرب؟ كبرياء لا يستهان به، ولكن مقارنة ببعض الرجل هتلاقيه حاجة بسيطة برضو عن الأنثى، كبرياءه أعلى منها حاجة بسيطة، مش قوي مش قوي الفرق بينهم. مش زي مثلا برج العذراء تلاقي الأنثى كبرياءها ملحوظ بدرجة كبيرة قوي عن الرجل، لا هتلاقي هنا حاجة بسيطة. رجل برج العقرب كبرياءه أعلى شوية عن أنثى برج العقرب، الأنثى المميزة دي. أما القوس، حد توقع رجل امرأة؟ الرجل برضه.
كبرياء رجل برج القوس، كبرياء ملحوظ، كبرياء ملموس، صحيح مش اوفر اوي زيادة عن اللزوم، مش كبرياء مزعج زي الاسد مثلا، زي العقرب، زي الحمل الخ يعني، ولكن نقارنهم ببعض الرجل هيتفوق في الصفة دي الى حد ما. ندخل على برج الجدي، حد توقع رجل ولا امرأة؟ المرأة الحديدية هتتفوق على الرجل في برجها في حلقة النهاردة. كبرياء أنثى برج الجدي هو الكبرياء الأوفر اللي أنا قلت عليه من شوية، اللي يناطح كبرياء زعيمة العصابة أو برنسس نساء الأبراج أنثى برج الأسد. كبرياء أنثى برج الجدي مزعج وقاتل، ومن الكبرياء ما قتل، وعنيف وصعب التعامل معاه صراحة وبكل أمانة. ولذلك اعرف لو أنت هتدخل في صداقة أو ارتباط عاطفي مع أنثى برج الجدي إن الحياة مش هتبقى سلسة أو سهلة زي ما في دماغك. في خطوط حمراء كتيرة قوي في حياة الأنثى دي، لا يمكن وغير مقبول السماح أبدا بتخطيها. موعدنا دلوقتي مع البرج الرايق، أروق برج في الأبراج، رجل أو امرأة أنا بحسدهم أقسم بالله. أنا لما أعرف حد برج دلو في حياتي الشخصية بحسده وبقول له في وشه انا بحسدك على الروقان اللي انت فيه، واحنا هنعيش كم مرة، انت ولا مشاكل ولا هم، وبرج دماغه في السحاب، فوق السحاب بشوية كمان، اكوال في تساوي زي الجوزاء كده، هما الاتنين قريبين من بعض، ما نقدرش نرجح كفة برج عن التاني في موضوع حلقتنا. كبرياء متساوي وليس عنيف، كبرياء برج الدلو مش كبرياء مزعج، كبرياء لطيف. عارفين يعني ايه كبرياء لطيف؟ ومن اجمل ما يميز مواليد الابراج دي رجل او امرأة ان هم يمتازوا بالكبرياء اللطيف، اللي مش مزعج، اللي مش عنيف، اللي مش زيادة عن اللزوم او اوفر. حتى لو انت برج دلو وبتشعر بداخلك بعكس كده، انت كده مقارنة بكل الابراج. وعايز اقول لكم على حاجة، مش دايما احساسنا بنفسنا بيكون صح، وصعب ان انت تكون مراية لنفسك عشان تبقى عارف او تبقى عارفة. ندخل دلوقتي على فاكهة الابراج كلها او خاتم الابراج كلها اللي هو برج الحوت المائي. توقعوا رجل ولا امرأة؟ الانثى، وباضعاف مضاعفة كبريائها هو سبب مشاكلها. انثى برج الحوت تتشابه في البرج ده مع انثى برج السرطان بنسبة كبيرة أوي، وإن كان بشكل عام هما فيهم صفات كتيرة أوي بتجمعهم. هما الاتنين كبرياءها كبرياء زيادة عن اللزوم، آه والله زيادة عن اللزوم، أوفر، أعمل لها مشاكل لأنها حساسة أوي. كبرياء عالي مع حساسية مفرطة مود وحش، يؤدي إن مودك في أغلب الأوقات أو في كتير من الأوقات وحش يا انثى برج الحوت. عشان كده انا لما بقول عنك في حلقاتي ان انت سهل توصلي للاكتئاب، العاملين دول ليهم مفعول قوي في اللي انا بقوله ده. كبريائك العالي ودرجة حساسيتك المفرطة بتخليك اسرع للدخول في حالة اكتئاب. اذا لما نقارنهم ببعض، الانثى هنا في برج الحوت هي الاعلى كبرياء. أنا يسعدني جدا إن أنا أقرأ كل تعليقاتكم على الحلقة دي وآرائكم، حتى لو حد بينتقدني، إحنا عيلة واحدة وأنا بحبه وبحب انتقاده، وبحب إن أنا أتعرف عليكم كمان من خلال تعليقاتكم. وعندنا قناة تانية يا جماعة مفيدة أوي، كل يوم قصة بنحلها لصديق أو صديقة لينا، فيها دروس غاية الأهمية وغاية الإفادة، أنا بدعوكم للاشتراك فيها. اسأل محمد وعيلته، اكتب على اليوتيوب كده هتظهر لك، أو اشترك فيها من الروابط اللي في أول تعليق أو وصف الفيديو، الانستجرام، الفيسبوك، اللي عايز يتواصل معايا أو يسأل أي استفسار برضه هتلاقوهم في وصف الفيديو أول تعليق، اشتركوا وابعتولي، وإن شاء الله نلتقي بكرة.